يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، إسقاط النظام. إخواني في مجلس المقاومة الإيرانية، إخواني في كل الأحزاب والتيارات السياسية، إخواني في كل مراكز البحث وفي منظمات المجتمع المدني، طالما أن هناك اليوم ظروف تتخلق في المجتمع الدولي من أجل محاصرة هذا النظام القاتل المجرم الفاشي، فعلينا أن نستثمر كل الطاقات وكل الجهود ونستثمر كل المحافل الدولية بأنشطة لا تهدأ وبجهد لا يكل ولا يمل من أجل أن نصل إلى ما ننشده جميعاً وهو محاصرة هذا النظام المجرم، ومن أجل إدخال حزب الله والميليشيات الإرهابية التابعة لإيران لنظام الملال في إيران، من أجل إدخالها وتصنيفها كمنظمات إرهابية يجب مواجهتها والحد من نفوذها والقضاء عليها. أقول لكم باسمي وباسم زملائي وباسم الشعب السوري المناضل من أجل الحرية والكرامة أننا معكم وندعم نضالكم ونقف إلى جانبكم حتى نصل إلى هدفنا الذي ننشده جميعاً. وعاشت سوريا حرة أبية، وعاش الشعب الإيراني المقاوم ضد نظام الملالي حراً أبياً، يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام.